مرثية من الأخ أبو طارق محمد عبد الكريم أبو راس بعد وفاة الأخ أبو غريب محسن محمد مطر الذي وفته المنية يوم أمس الاثنين أثر حادثا على خط شحن الموافق 6/1/2020 للميلاد. أدى عبد العزيز من قريب. وإلى من حزن تمكن بالأعماق في خفقي نرى توقعت ذابا على أبو غريب هل تعب رأيت الأمواك والعين تلوى بالمدمع دبا عليك ودي وقت مرمي ببراك من غاير جروح المقلب سببا ولا من حزن تمكن بالأعماق في خفقي نارة توقد لهبا على الكفوها اللي تعبرت الأمواك والعين تنوي بالمدامع ذبا دمع الحزن ياك والمحاجر وحراك والطرف من فرقا شقيقي سكبها محسن رحل والقلب من ضيقتي ضاك روحي رحلك يا السنا في حطابا يا ابو غريب قلب عقبك ولا راك مجروح وجروحي تزايد عطابا يا ابو غريب القلب عقبك ولا راك مجروح وجروحي تزايد عطابا فقد حزن والم وجروح وفراق موتك تحت عود المحاني نصابا مرحوم يا ساس المروة والأخلاق يا من قلوب الناس طيبك كسبا يلي جناحك في اسم العز خفاك بالجود وسلوم الرجال وشبابا حر على طارد الجمال تسبك نفس على حب المراجل ترابا عليك وجدي وجد مرمي ببراك في دار ما فيها مروة عرابة هجر ونا تخترق كل الآفات من غير جروح المقلم سبابة أرثيك يا محسن وفي القلب فتاك أبيات مضمونة لشقيقك كتابة